أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. أصدقائي، مثل ما بتعرفوا اليوم معنا الأخ جيم. الأخ جيم طبعا مجاهر جديد، خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي جيم. أهلا وسهلا بك، أرحب بك وأرحب بكافة المتابعين وبكافة الجمهور، وأشكرك على استضافتي في هذا برنامجك الأكثر من رائع، والاستضافة الجميلة. شكرا جزيلا مرة أخرى على استضافتي في هذا البرنامج. تحياتي لك ولجميع المتابعين، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك جيم، أهلا وسهلا فيك جيم. بدنا بطاقة تعريفية عن حضرتك، ويا ريت بس الميكروفون كمان لو بس تحط عشان الأصدقاء يسمعوك. تفضل. تمام. أنا بالأصل اسمي آزاد، وبالأصل الاسم الحقيقي كان اسمي عبد الله، غيرت لاسمي من العبد إلى آزاد، وآزاد معناه في اللغة الكردية معناها الحرية وليست العبودية. العمر أبلغ من العمر 21 سنة، طالب، لا زلت طالب أدرس إعدادي. وأنا يعني كنت في السابق من خلفية إسلامية، هو من مذهب على مذهب السني، وخصوصا في بغداد. وأنا في الأصل من كردستان العراق، يعني أجدادي، ويعني حتى جد والدي كان ساكنا في كردستان العراق، لكن بسبب نظام البعث وبنظام تهجير الكرد وإبادة الكرد، وبالإضافة إلى ذلك نظام تعريب الكرد في سبيل إجبارهم وفرضهم على القومية العربية، أنا يعني للأسف أقولها أن في جزء من أهلي استعربوا، وجزء من أقربائي استعرب كذلك، وأبدى ولاءه ونظامه للبعث وللعرب، ويعني كره القومية الكردية ونسى الأرض الذي كان ساكن فيها أجداده وإلى ما شابه ذلك. وأما أنا الآن حاليا ساكن في بغداد، ولا زال يعني ما محافظ. في ضرورة، يعني ما في ضرورة بسكنك. طيب أخي، تحب أسميك أزاد؟ هو أزاد بالحب الحرية، يعني أفضل أحسن. نعم، الشرف، وجدا ممتن لحضرتك أستاذي العزيز جانو الغالي. حبيبي حبيبي أزاد. طيب أزاد، يعني بصراحة أنا كثير فخور فيك وفخور بكل الشباب أشكرك. المتنورين بصراحة، اللي يسمعون لصوت العقل ونبذوا الفكر الخرافي. وأنا كثير يعني مثل ما بقولوا متفائل بالشباب حتى يكبها الفكر الخرافي هذا والفكر الديني الغيبي اللي ما شفنا من الويلات والحروب. طب أخي أزاد، أنت بتعرف نظام البرنامج والمجاهرة، بدنا نبدأ من نعم طفولتك. يا ريت تحكي لنا عن طفولتك وعلاقتك مع الدين من الطفولة. تفضل. نعم أنا بالواقع ولدت في بيئة يعني شبه علمانية، في بيئة قد يعني مثل ما يسموها بالعراقي دين سز، يعني بدون دين، يعني ما يهتموا إلى أمور الدين ولا يهتموا لما يعني لا يهتموا، يعني كما قال الله وقال الرسول وقال كذا وقال الإمام الفلاني، لا يهتمون إليها بالصورة الكاملة، قد يقدسوها في بعض الأحيان لكن لا يهتمون إليها. أما أنا في عندما يعني فتحت عيني على الدنيا ورأيت أنه البيئة المتواجدة فقط، يعني لسوء حظي عمامي فقط علمانيين ولا دينيين، وأبي الوحيد المسلم المتدين المتعصب الشديد التدين، يعني قاطع علاقات اجتماعية كذلك مع جميع البشرية.
وكذلك بسبب الدين، وبحتى طفولة أبي كذلك كانت عبارة عن انعزالية، وحتى أصيب بمرض التوحد بسبب انعزاليته الدينية الزائفة. فهو من يجي يصلي بحيث ما حد علمه على صلاة، ولا حتى أحد علمه على دين، هو علم نفسه بنفسه، علم نفسه شلون يصلي. واشترى كان في زمان، يعني في زمن والدي، كانوا كتب في تعليم الصلاة، كتيبات صغيرة جدا، كتيبات صغيرة الحجم. كان يعني هو والدي من ضمنها يجي يشتريها، كان في 5 فلوس هيك بالعملة العراقية السابقة، فيشتريها ويقعد يتعلم كيف الصلاة وكيف تعاليم الإسلام، إلى أن ما كبر وكبر وكبر وأصبح فيما بعد يعني دخل إلى مجال العسكرية، ودخل إلى مجال، واشترك كذلك في حرب إيران من سنة 80 إلى سنة 1988، الذي هاي الحرب اللي ما استفادينا منها شيء، فقط مجرد دفعنا أرواح ملايين من الشهداء وملايين من الأبطال والغيارة من الجيش العراقي. أنا يعني إلى أن تزوج والدي، إلى أن تزوج أبي بأمي، أمي كذلك مسلمة سنية ولا زالت إلى الآن تدين، وأبي كذلك. بصراحة أنا يعني ولدت وجدت هاي الأشياء. أولا الاسم، من أعطاهم الحق لكي يسموني بهذا الاسم؟ من أنا لكي أعبد الله؟ يعني حتى فكرت أنه أغير اسمي إلى عدو الله وليس عبد الله. فقط قلت صراحة هذا اسم رائع. إذا بتغير اسمك إلى عدو الله هذا شيء رائع، ونحن كلنا أعضاء الله، وأنا أحييك يا عدو الله. ولا أحييك كذلك يا أخي جون، إنه يعني الأمور، يعني خصوصا المسميات، أنا مثلا ما اختاريت اسمي هاي، ولا أنا اختاريت ديني. طيب، في مرة في بعد طفولتي أنا انضربت كثير على الصلاة، وانضربت كثير على، في مرة يعني وأنا كنت عم ملعب جهاز كان قديم اسمه سيجا في طفولتي، أنا خسرت، قلت يعني قلت خرب ربك، يعني كفرت وأنا صغير. أبي شو عمل؟ أبي مسكني، ضربني بوكس على تمي، يعني على حلقي، ضربني على فمي مباشرة، حطم أسناني ودم، أصبح بقوة، يعني تأثرت، انصدمت بذلك الموقف. المشكلة أنه عمامي الذين كانوا ساكنين، يعني مع كنا ساكنين في بيت واحد، وأنا ولدت في بيئة اجتماعية متكونة من جدي وجدتي. بس نعم أزاد، يعني أظن إنه الصوت صار واضح، يعني ما في داعي تمسك على هيك، يعني مشان تاخذ راحتك أنت بالحكي كمان. لأنه عوجت صار لا هيك. عوج، فالصوت صار واضح أظن. نعم، أكمل أخي جان. تفضل تفضل تفضل. نعم، فمن بعض من عمامي عرضوا عن هذا الفعل الذي قام به أبي حول، يعني بحقي، من لما مسكني وضربني وأنا في سن صغير، يعني كنت حتى ما واصل، حتى ما سجلت في الابتدائية، حتى ما دخلت مدرسة، مسكني وضربني بسبب قمت هكذا. بعد مدة من الزمن أصبح عمري 10 سنوات، أصبح عمري 10 سنوات. أبي شو عمل لي؟ شو عمل لي أبي؟ قال لي إذا ما بتصلي أشوي على أذانك بصل.
قلت له يعني شو يعني، يعني انا خفت بصراحة، بدأ التخويف من هنا. انا ولدت بالاصل يعني وعيت على الدنيا بيئة انفتاحية جدا، لكن لما يعني استقريت يعني فقط بيت واحد، انا وابي وامي ومن بعد اخواني، يعني صار شوية تغير علي الروتين. يعني ما يعني ما اقدر انه حتى العلاقات الاجتماعية انبعدت من عندي، حتى الأصدقاء قلوا من عندي، ما عندي ولا كان عندي صديق. لأنه شو؟ لأنه أنا دخلت إلى مرحلة جديدة من حياتي، وهي مرحلة التخويف. منذ سنة عفوا 2005، منذ عام 2005 كنت بوقتها ناجح في المدرسة، كنت بوقتها نجحت في المدرسة وطلع درجات عالية. مباشرة بعد النجاح وجيت أبي شو قالي؟ قال لي إنه بدل ما بتفرح وترقص وهيك، قوم اسجد سجد شكر لله. قلت له شو؟ قلت له يعني شو راح استفاد لما راح اسجد؟ قال لي انه راح ترفع مكانتك، وقال هكذا ان شكرتم لازيدنكم. قلت له لا ما اسجد. مسكني وقام علي الحد، عمل مني كيس ملاكمة ملاكمة. يا حيف يا حيف يا حيف. دخلت عالم المصارعة بسببه، WWE. فانضربت كتير وتأذيت كتير. ف يعني شو أعمل أنا؟ شو بإيدي؟ اللي بإيدي أساويه يعني، يعني اللي بإيدي أخضع، أنه أستسلم خلاص. قمت شو قمت هيك أتوقع، وهيك أصلي، وهيك كمان أنه احكي، وهيك كمان اقول. يعني تعلمت شوي شوي انه ان استمر هذا التخويف وهذا الوهم بمخي، استمر هذا الوهم بمخي، وانا مجرد يعني فقط احاول ان انجو بحياتي، انه اصلي او اصوم. فقط كانت في البداية احاول انجو من حياتي او انقذ نفسي من ابي. ابي كان شديد يعني بالدين معي، خصوصا في صلاة الجمعة، في صلاة العيد. يعني شوف اليوم بكرة، اليوم عرفات عيد المسلمين، بكرة عيد، لا راح أروح صلاة عيد ولا أبد. وإذا أروح للجامع زين أهرج وأتمسخر عليهم وأرجع، شو رأيك؟ برافو، انا وحييك بصراحة. يعني اليوم وقفة عرفات، ما هيك؟ إيه اليوم وقفة صورة. شو رأيك نشوف وقفة عرفات سوا؟ اي نشوف الصورة مع بعض. يلا نشوف وقفة عرفات أصدقائي، خلونا نشوف وقفة عرفات، ووقفة عرفات المباركة مع بعض. بس أطالع الصورة، وين حطيتها؟ أين هي؟ أين أنت أيتها الصورة اللعينة؟ صورة وقفة عرفات الرائعة بصراحة، يعني هي من أجمل الوقفات اللي عند إخواننا المسلمين. يعني أنا بتمنى تعجبكم الوقفة، و خلونا نشوف وقفة عرفات. أوبس، أظن صار في خربطة. صار أربع شاشات، ثلاثة أربعة إلى ما لا نهاية. أصدقائي، هاي وقفة عرفات، أتمنى تكون تعجبكم وقفة عرفات، يعني المباركة، هي الوقفة الرائعة في أحضان الله، وفي على أبواب الله الرحمن الرحيم. يعني دافعين ملايين ملايين الفلوس، ملايين ملايين الصوت شوي الصوت، يا تفضل. الناس
الناس في شت من جميع أنحاء العالم خصوصا المسلمين، مليار ونصف جحش على وجه الكرة الأرضية. لا لا لا، وهو بصراحة أن مليار ونص مغيب للأسف الشديد. يعني أنا إخواننا المسلمين، يعني أنا ما بحب يعني أوصفهم هالوصف هذا، ولكن مغيبين، يعني هم ضحايا. ولكن الجحش الكبير هو محمد ابن الذين، هو محمد يعني العرصة ذاك اللي غيب هالناس. صلعهم هو عفلق الحمير في الشرق الأوسط، انطلاقا من شبه الجزيرة العربية، انطلاقا من شبه الجزيرة العربية. هذا صلعهم. أنا يعني مستغرب كيف لبشر، وخصوصا الذين يدعون أنهم عقلاء ومثقفين، كيف لبشر أن يصدقوا بأن هنالك رجل كان في الصحراء يدعى بصلعم، أو وهو بالأصل اسمه قثم بن عبد اللات. كيف من البشر أن يصدقون هذا الشيء، هذه الخرافات؟ طيب، هل أنت يعني كأي بشر أو كأي واحد لديه عقل ولديه منطق في هذه الحياة أو في هذا الأسلوب، إذا كان رجل غريب اتركك من صلعم أو قثم، إذا كان رجل غريب دخل على طفلة وهي عمرها 9 سنوات، ماذا سيكون موقفك من هذا الشيء؟ لماذا تتكلمون حتى وصل هذا الزواج في زواج القاصرات من المذهب الجعفري لدى بعض الشيعة؟ من المذهب الجعفري يتزوجون القاصرات وهم دون العمر المقرر، او دون العمر بالطفولة، حتى بالطفولة يعني هم اطفال تحت سن السابعة ممكن يتزوج. دون سن 9 ويبنون بهن او يتزوجون بهن. طيب كيف يعني انا من يعني من هذه الامور يزداد كرهي للدين شيئا فشيئا. كيف يعني أنت يا رجل، يا عاقل، يا من تدعي أنك مثقف، كيف يمكنك أن تصدق حينما كان نبيك الذي تقدسه والذي في كل شيء صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الذي تقول هكذا دائما عليه، هل هذا أنت تعرف أنك الذي تصلي عليه يفعل هكذا مع الأطفال؟ وهل تعلم هنالك يقولون انه تزوج 13 امرأة او اكثر؟ كيف يعني انت كرجل كانساني، او كنت من تكون، كيف؟ هذا خطابي للجميع وخصوصا المسلمين الذين الان يشاهدونني. انت يا مسلم كيف يمكنك ان تعقل هذا الشيء؟ طيب، ما رأيك في هذه الآية القرآنية عندما تقول وامرأة إذا وهبت لنفسها، يعني ما بعرف كيف مضمون الآية، لكنه الامرأة وهبت، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من المؤمنين نعم. طيب، إذا كان يعني هل ترضى أنت يا مسلم، يا صاحب العقل الكبير ويا صاحب الطبيعة كلها، أنت يا من، هل أنت إذا كنت تنوي أن ترسل أمك اعتيادي، يعني هل هذا أنك، هل غيرتك تسمح لك بذلك؟ أو دعك من أمك، أختك أو خالتك أو عمتك، حتى لا، والمشكلة يعني يا أخي جون، حتى وإذ كانت متزوجة يجب أن ينكحها النبي. مين هذا النبي؟ مين؟ ترى انتم مكبرين راسه. ترى هو اذا هسه بهذا عصرنا، لو موجود نلقى بالشارع يطر يشحذ. لو بهذا عصرنا هذا نبيكم، ايش قندره؟ مع احترامي، والقندره اشرف منه يعني، واشرف من لحيته بصراحه يعني. هو ازاد يعني. المشكلة اللي صارت انه
الناس هاي المغيبين قدسوا هالخرافة هاي وهالنبي المجرم هذا اللي سمى حاله نبي. نعم. كيف بعدين الأجيال توارثت هالخوف هذا، يعني هو التقديس هذا إجا من الخوف يعني ما يعني قلت لك انه في يعني من ناحيه الخوف وناحيه التخويف، اذا يعني ايوه ايا كان يبدا بتخويفه من اول شيء من احاديث صنعهم، من حديث صنعهم يقول انه واضربوهم وهم في سن عاشره. انا تعرضت لهذه التجربه، انضربت وانا في عمر 10 سنوات. هل لمبادئ حقوق الإنسان أن ترضى لذلك؟ من الممكن؟ من الممكن؟ لا، ولا يمكن أن ترضى لذلك أي كان أي إنساني من الناحية الإنسانية. أنا لحد الآن أي شخص، أي شخص يعني وإن كان مسلما أو أيا كان، إذا أشوفه يعني يضرب ابنه في سبيل أنه ما يصلي أو هاي، مباشرة اتخانق معه، مباشرة يعني انا من النوع العصبي، مباشرة اتخانق معه والضارب معه. او لا يعني كيف انه تجعل ابنك يصلي لشيء او خرافة، هو بالاصل ما انه موجود، هذا الله، شو الله هذا يعني؟ اذا كان زلمة تعال فرجيني شكلك، وينك لك، حتى هذا مو زلمة، حتى مو زلمة. انا اشك يعني هذا الاخ انفي يعني حتى العاهرة، حتى العاهرة ما تعمل هيك اشياء مثل ما هذا الاله يعملها. كيف يعني كيف اشياء كثير. هو المشكلة زاد، هو المشكلة انه برسول الاسلام هو اللي ادعى النبوة وادعى انه اتصاله بكائن خرافي، هو الكبت كان عنده، الكبت الجنسي كان عنده هو، فطرح كل عقده النفسية على الناس اللي أتبعهم بالسيف لدينه. نعم، هو لما كان يوهم القوم أو كان يوهم أهل مدينته أو أهل قومه، عندما كان يوهمهم أن هنالك حياة مثل الجنة وحياة يوجد فيها، أنت الذي كنت تتكلم هكذا، أكنت تسكن مثلا في أوروبا وكنت تتكلم هذا الكلام، أم كنت تسكن في أمريكا اللاتينية؟ أين كنت تسكن؟ أنت كنت تسكن في الصحراء وكنت تتكلم هكذا. يعني هذا النبي صلعم يلي يسموه نبي يتكلم هكذا، وهو يوهم أن هنالك حياة ما بعد الموت وجنة وحور عين. طيب يعني وعدة يعني كل شيء كان ينقصهم أو كل شيء كانوا يعانون من نقص منه في الصحراء، كانوا يعني يتمنون أنه ذلك رب سوف يعني يحقق أمانيهم أو سوف يعوض إليهم. أنا من يوم ما صرت ملحد تخلصت من هذه الأوهام، وبصراحة يوميا أشعر بالسعادة دائما دائما وأبدا، أشعر أبدا لا أشعر بالحزن وأبدا لا أشعر بالذنب نهائيا، أشعر وأنما أزاد أحكينا كيف وصلت لمرحلة الإلحاد. يعني أنت مثلا انضربت على الصلاة، هالضرب هذا أثر فيك ولا خلاك مثلا تصير مؤمن في يعني وقت من الأوقات تصير مؤمن؟ نعم. كيف وصلت لمرحلة الإلحاد؟ تفضل. وبصراحة يعني توصلت إلى هذا المرحلة يعني بداية أو أساسياتها كنت في يعني أثناء ما دخلت داعش إلى العراق أو سوريا. أثناء ما دخلوا أنا صدقت الكلام ورأيت أنه الذين يفعلوا كل الذي يفعلوه صحيح، وأنا يعني كنت جدا مراهق في هذا العمر وهو في سنة 2013 كنت أنه أصدق الكلام
وكنت أشعر كأنما أنا يعني يجب علي أن أتطوع مع هؤلاء المقاتلين، كنت أسميهم الأسود. الآن في الوقت الحالي صخول ما بيسو. يعني هل في هذا الوقت؟ نهائيا ولا شيء عندي. ففي السابق كنت أنه أصدق كلامهم، في وخصوصا النصوص الدينية والنصوص القرآنية، من هكذا ومن هكذا صحيح ومن هكذا كتاب، كنت أصدقهم تصديقا تام. أوصلت بي مرحلة أن أحارب مجتمعي، أوصلت بي المرحلة إلى مرحلة الحيوانة في الدين. يعني لم أكن ملحد ولم أكن هاي، كنت أحارب أي شخص كان غير مسلم، أحاربه. كنت أتمنى أن أقطع رأسه في السيف، وكنت أتمنى أن غسل مخي غسيل تام في هذه الأفكار. وبعد مدة من الزمن، وعند دخول داعش إلى الأراضي الكردستانية، كانت تنوي دخول الأراضي الكردستانية، لكن غيرتي وقوميتي وشرفي هو وطني كردستان والعراق، يعني لم أرى أنه هؤلاء الجماعة الذي أنا أحترمهم أو أقدسهم يقومون بإيذاء وطني. وصل الأمر هكذا، فقمت بالأول بالبداية إلى محاربتهم فقطهم، لم أحارب الإسلام، فقط قمت بمحاربتهم. وبعدها أصبحت علماني إلى أبعد الحدود، ومن بعد العلمانية أصبحت ملحدا، وأنشأت أول مجموعة لي على الفيسبوك اسمها مجموعة الكفار، استقطبت الجميع من الشباب والشابات في مجال الإلحاد والكفر كذلك. وكذلك يعني كل شيء يعني كل شيء كان. بدي أسألك يا أزاد، يعني وقعت إنه الاغتصاب الأزيديات واستعبادهم، شو كان ردة فعلك وقتها أنت؟ تفضل. بصراحة أنا كنت أسمع أنه الأيزيديات وهم من جنس الكرد ذاتهم، كنت أسمع أنه يقومون، فقط كنت أسمع لم أكن أرى. بعدما رأيت مشاهد عديدة أو مقاطع فيديو من هذه الحادثات، وخصوصا رأيت مقطع فيديو وهو سبايا الأيزيديات بأيدي هؤلاء القذرين، كيف يعاملوهم أو كيف يقومون بمعاملتهم. وعندما أرى هؤلاء يضربوهم، ومن هنا بدأ سيرة الحادي. عندما رأيتهم قمت بسب ربهم وسب دينهم وسب كتابهم، وأنا كذلك حرقت كتابين قرآن حرقتها، يعني بسبب هذه الفعلة. يعني لما يعني كانت ردة فعلي هيك. وبصراحة يعني حرق القرآن، يعني إن يريدوك تحرق القرآن، بس لكن الأفضل كان إنه تكبه بتواليت أو تعمل فيه شيء من القبيل. يعني أنا بصراحة أنا ما فعلتها، يعني ما فعلت هالأشياء. قمت فورا وحرقت القرآن فوق بالسطح، يعني كانت ردة فعل. بعد ما عملت هالأشياء قلت يعني بركت يبرد قلبي على هذه الأشياء اللي شفتها. أنا ما أتحمل، يعني مثل ما قلت لك سريع الغضب خصوصا في هاي الأشياء. شفت هاي يعني كانت نتيجة تحول وكرهي، كره شديد للإسلام، كره شديد إلى هؤلاء، كره شديد إلى الذين يؤمنون بهذا الكتاب. طالما يؤمنون بهذا الكتاب أنا حرقته، طالما يقدسون هذا الكتاب ويعتبروه خط أحمر
أنا قمت بإحراق هذا القيطان الأحمر. تمام؟ شكرا. بصراحة أنا أحييك على هالفعل هذا، وأنا أشجع كل الأصدقاء إنه لا مو بس إنه يحرقوا القرآن، يدوسوا عليه ويحطوه بتواليت، لأنه مكانه الوحيد هو التواليت. يعني هذا مكان القرآن، لأنه النجاسة اللي فيه يعني ما بيحويها غير التواليت. يعني بصراحة يعني هي المكان الوحيد للقرآن، وليس في قلوب المغيبين الضحايا، ضحايا هالفكر القذر، الفكر الإرهابي هذا النجس. هو بداية الدين هو روح الإرهاب. على أي شيء يستند الدين؟ على الإرهاب، والإرهاب يستند على الدين. هو بالأصل ليس كل المسلمين إرهابيين، ولكن كل الإرهابيين مسلمين. هذه معلومة. إن الذين يقولون إن داعش لا تمثل الإسلام أو ما شابه ذلك، إن يعني هو أقول صح، إن صحيح إذا كانت داعش لا تمثل الإسلام، إذن الحر لا يمثل الشمس، والبرودة لا تمثل الانصهار، وهكذا. فأنت في هذه الحالة غير يعني ليس لديك أي دليل، ليس لديك أي دليل أو يعني ثوابت تثبت صحة كلامك. يعني أنا بالضبط. يعني مثل ما قال اخونا احمد حرقاني، يعني انا بتمنى من اي واحد بيقول انه داعش لا تمثل الاسلام انه يجيب لنا فعل واحد، بس فعل واحد ليس اكثر، فعل واحد قامت به داعش، لم يقم به محمد. يعني نعم فالامر واضح، وهن لما بيرتكبوا اي جريمة الجماعة يعني مثل ما بيقولوا ملتزمين بدين محمد إلى أبعد الحدود. لما بيرتكبوا أي جريمة بيقروا نصوص قرآنية ونصوص من الأحاديث، من خصوصا من ابن تيمية المعتوه، هذا دراكولا الإسلامي، يعني هذا اللي كل شيء قتل 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 عنده، وكفر كل العالم، وكل حتى اللي يترك الصلاة يقتل ويؤكل لحمه، وهالحكي الفاضي هذا اللي بنعرفه يعني للأسف الشديد. حلال. يعني حتى في بعض كنت سابقا أذهب إلى المساجد. ذهبت ذات مرة وأحد الشيوخ خطب فينا خطبة وقال عن موضوع الذي لم يصلي سوف يكون دمه مباح. تمام؟ أي شخص، أي شخص. صحيح صحيح يا حيف يا حيف. على كل أصدقائي أنا راح أفتح السكايب كمان 10 دقائق، وأنا بتمنى منكم المشاركة، بتمنى إذا تكتبوا تعليقاتكم تحت الفيديو وأسئلة، إذا في أي عندكم أي أسئلة بتمنى منكم تطرحوا الأسئلة حتى نغني الحلقة ونستفيد كلياتنا من تجارب بعضنا. أنا بصراحة بحب أعرض تجارب المجاهدين، لأنه التجربة هي يعني بتفهم الناس كيف، ليش الناس عم تترك الدين، ليش، شو الأسباب اللي عم، يعني بتنوع المجاهرين عم نعرض كيف، ليش الناس عم تترك الدين. فأحد الأسباب هي الوحشية، هي اللي عم نشوفها من أتباع محمد وأصحابه. يعني طيب خلينا نروح لسؤال تاني يا أخي أعزائي. نعم نعم أخي جان، تفضل. ألو، الصوت. آسف آسف. نعم. قبل ما تروح على الإلحاد، لما شفت جرائم الدواعش وشفت هالوحشية اللي عندهم وكله جاي من قرآنه ومن أحاديثه، نعم، ما فكرت مثلا تعتنق المسيحية على الأقل، إنه المسيحية تدعو للسلام، أعطي أي خدك الأيسر لمن ضربك على الأيمن، والحكي الفاضي هذا. أنا بصراحة كنت أنوي أن أمارس طقوس المسيحيين، وكنت حتى أقدس يوم الأحد باعتباره اليوم المقدس لدى المسيحيين. فكنت أكن كل الاحترام، وإلى حد هذه اللحظة وأعترف مباشرة أمام الجميع
أني أحترم المسيحي أكثر من المسلم. السبب لأنه أكثر انفتاحية من المسلم. المسلم دائما تراه متصحر الفكر، متصحر الفكر وحتى المنطق وحتى الكلام. المسيحي لا، بالعكس، تراه متفاهما، متفق معك بشكل واضح، وأحيانا لا يتفق. لكن ما اعتنقت لهذا الدين بسبب يعني كيف اعتنق ولا توجد كنائس داخل بغداد، أو حتى الذي يكون يعني حتى في وصل هذا الأمر من جرائم الإسلام، أنهم قاموا بنهب في الأحداث الأخيرة في بغداد، قاموا بنهب بيوت المسيحيين وتشريدهم، وكذلك سرقة بيوتهم وتهجيرهم وتشريدهم، ثم بعد ذلك فرض الحجاب الإسلامي من قبل الميليشيات الشيعية داخل بغداد، أنه فرض الحجاب على النساء المسيحيات، فرض الحجاب بالغصب والقوة وتحت تهديد السلاح. هل هذا من المنطق؟ لا، غير من المنطق يعني. فأنا بصراحة كنت متردد في وقتها، ولم أصبح ولم أكن، حتى الكنائس أغلقوها في بغداد، حتى الكنائس خصوصا كم منطقة لا أستطيع أن أذكر أسماء، لكن غلقوها بإغلاق تام. الراهب يعني الرهبان المسيحيين أبعدوهم، نفذوهم خارج البلاد، وهم يعني بإرادتهم، ويعني ليس بتهديد، هم بإرادتهم لا يريدون يتعرضون إلى هذه التجربة الوحشية من قبل الإسلام والمسلمين. هذه كانت التجربة، والسبب يعني ذا كان يعني المسيحية كانت بالنسبة لي جدا بعيدة، ولم أستطيع الحصول عليها. نعم، وأتمنى تكون بعيدة، يعني هي راح تكون بعيدة، يعني ما أظن ملحد يروح يصير مسيحي، لأنه الملحد اكتشف الحقيقة واكتشف كل زيف الأديان هي وخرافة الأديان على كل. نعم أصدقائي، أنا فتحت السكايب وبتمنى أنتوا تتصلوا فينا يعني وتتواصلوا معنا وتطرحوا آراءكم تعليقاتكم، حتى نغني الحلقة بتعليقاتكم وآراءكم. في الأخ، خلينا نروح، دراجون عم بيقول على سيرة الحج، كان هناك رجل يشرب ويسكي بجانب الكعبة، وجاءه أحد الحجاج فقال له كل عام تدور حول الكعبة وأنت تشرب ويسكي، فقال له سكران أنا أشرب قنينة أو قنينة ويسكي واحدة وأخلي الكعبة هي تدور حولي. مع كامل معه. شكرا كتير، شكرا كتير دراجون. في الأخ يوسف، تفضل. كمل كمل أخي جان. طيب، في الأخ يوسف عم بيقول تحية لك ولضيفك الكريم، أهلا وسهلا فيك أخي يوسف. طبعا في الأخ أحمد، أريد أن أسأل الضيف، إذا كان الإسلام دين تخلف وإرهاب، كيف تفسر ألبانيا نصف سكان ألبانيا مسلمين ومع هذا هم متعايشين مع بقية؟ أرجو إجابة. وحزب الحاكم هو حزب يساري اسمه حزب اشتراكي ديمقراطي. نعم، السبب لأن كل سلطة أو مثل ما يقولون الحكم للقوي، هذا الحكم القوي يعني السلطة الحاكمة يسارية الفكر كما قال كما ذكر الأخ. لأنه لو كان الحكم إسلامي لفعلوا ما شاءوا هؤلاء المسلمين، كما ذكر في ألبانيا، لفعل المسلم ما يشاء من أحكام شرعية أو ما شابه ذلك، أو نشر الإسلام بقوة السيف، لكن لا يستطيع ذلك لأنه مقيد في الحكم اليساري، وهذا هو التقييد. وكما نقول الحكم للقوي، يكون القوي ماذا يكون؟ يعني مثلا الحكومة مثلا، أو حتى رب الأسرة، ماذا يكون ديانته أو ماذا يكون معتقده؟ سوف يكون هو المسيطر بغض النظر عن جميع الأديان داخل البلاد أو داخل الوطن الواحد.
صحيح، بكل تأكيد بكل تأكيد. يعني على كل عم بي في النوار، أظن النوار عم بيقول يعني أنت تركت الإسلام لأن داعش حاربت بكردستان، لنفرض أن داعش لم تحارب كردستان، هل كنت ستبقى تحبهم؟ بصراحة أنا يعني الإنسانية دفعتني فقط. يعني أنا لم أعرف أنه هنالك تعرض لبلدي الأصلي أو الحقيقي كردستان، لكن عندما رأيت كذلك مشهد من مشاهد الفيديو، وعلى ما أعتقد على الأرجح أو على الأكثر مقطع في سوريا وهم يرجمون امرأة، ما تهمتها؟ لماذا يرجمونها؟ وكان هذا أحد الخليفة النجس، هو وذقنه الذي يشبه فرشاة المراحيض، يقول إنه يعني أنتِ زانية، الرجم حتى الموت، وأطلبي وقولي آخر كلام من أمام الكاميرا، يعني من أمام الكاميرا يجب أن تقول كلام، يعني وهي رسالة، والمسكينة بسبب خوفها يعني ولا زالت، وحتى وإن رجمت بالحجارة تقول الله أكبر ويرجموها. أنا بهالمآسي هاي، يعني شو تتوقع أنه حتى العنصر النسائي بيتأذى؟ حتى الإسلام ذاته ما احترم المرأة ولا أعطى حقوقها كاملة، وكذب من قال إنه أعطى حقوق كاملة. كيف يعني؟ الإسلام حرم حق الحياة الحرة الكريمة أصلا، ولا يوجد هنالك شيء من شراء من التحرر أو العبودية، عبودية أكثر شيء عفوا، لكن لا يوجد هنالك تحرر أو يتيح لك التعبير عن رأيك كما تريد أو كما تشاء. إذا تجاوزت هكذا، إذا تكلمت هكذا، سوف عقوبتك هكذا. إذا لم تصلي عقوبتك القتل. إذا لماذا؟ هو من بدل دينه فاقتلوه. هذا يعني الأشياء من الممكن أي إنساني يكتشف أن هذه الأشياء تتكون من دين فاشل، وهو أساسا الدين الإسلامي. أساس الدين الإسلامي دين فاشل، ولم يكن الأساس هو دين صحيح. وكذب كل الأديان فاشلة أخي زاد، يعني ما في دين ناجح أصلا، يعني وكل دين، يعني أي دين انتشر بالحروب، يعني ما أظن في دين انتشر ب خلينا نشوف إبرامان سلام أظن عم بيقول من الملحدين يتركون الدين لأسباب عاطفية، يعني نحن بنترك الدين، الملحدين بيتركوا الدين لأسباب عاطفية. سؤالي للبرنامج، متى تبدأون بحلقات التبشير للمسيحية؟ الموز واضحة، الأمور واضحة، لم يبقى يوى أن تضأ سوى، هو حط تعلم الكتابة يا مسلمين، لم يبقى سوى أن تضعوا نجم داود والصليب. طيب شو رأيك، شو تقول له لهال الإرهابي هذا؟ أقول له يا أنت يا كن إنسان أولا قبل أن تقدم دينك أو قبل أن تقدم دين. نحن غرضنا أو غرض البرنامج هو نشر الإنسانية والاعتراف، وأنا برأيي أنه هذه الأمور وهذا كلامك هو مجرد استهزاء فقط، كلامك لا فائدة منه مع الأسف. أرجو أن تصحح كلامك أخي، ما أعرف شو اسمك، لكن أرجو أن تصحح أخطائك الإملائية مثل ما قال. يعني بصراحة أنا ما بعرف شو بدي أقول لك سيد إبرامان، ما بعرف شو يعني. نحن الصليب، هذا الصليب اللي أنت عم تدعي إنه نحن حطيناه تحت أقدامنا وانتهت الحكاية يعني، وهي نجمة داوود تبع اليهود اللي أنتوا أصلاً طائفة من اليهودية، نبيكم محمد اخذ كل كتاب وسيرهم اليهوديه، كمان حطينا هالنجمه هي تحت جريننا، والقران هذا كمان حطيناه تحت جريننا، وكل واحد بده يحكي بالغيبيات ويجي يضحك على الناس انه في واحد كائن غيبي خرافي موجود بالسماء ما بنعرف وين،
ويضحك على الناس ويساوي حروب ويقتل الناس وياخذ فلوسهم وياخذ نصراتهم في بالاكل هوا هذا تغييب الناس، راح نحطه تحت اقدامنا. اي فكر غيبي، يعني مهما كان هالفكر هذا غيبي، مهما كان مسالم، حتى راح نحطه تحت اقدامنا، لانه نحن ما بنعترف الا بالحقيقه والواقع، وكل شيء واقعي اهلا وسهلا. اما تجيني والله الصليب ورميط، يعني بدك اصب لك الصليب ولا اقول لك شغله؟ نحن من جماعه الماسونيه ونحن بنقبض كل اسبوع الاف الدولارات، وخريه انت ونبيك كمان. يعني ما تستاهلوا غير هالمنطق هذا، يعني ما تستاهلوا غير المنطق. نحن عم نقول لكم نحن ضد الخرافات كلها، من صليب المسيح الدجال لموسى ابو كوسا هذا ويسوع الدلوع ومحمد تبعكم، وكل شيء خرافي من بوزة وتوزة وموزة وكل العالم. نحن ضد الخرافة. بترجع بتقول لي بابا قال لا تحط الصليب وتحطه، بدنا نحط الصليب، اجيب لك صليبي ما عندي صلبان كمان المشكلة. يعني على كل حال بنحط الصليب، بس بنحطه بمكان بتعرفه انت وين بنحط لك اياه. على كل في الأخ نوار كمان عم برجع بيقول، يعني أنت تركت الإسلام غير في لماذا تركت الإسلام؟ هل لديك دليل وهل بحثت عن وجود الله؟ بصراحة أنا لم أجد دليل، أنا مجرد بحثت فقط عن أنا أكون كيف أنا أكون بدون دين فقط. أنا بالأصل لم أختار هذا الدين، فكرت هكذا، أنا بالأصل لم أختار هذا الدين، ولا أحد قال لي إن هذا هو دينك الصحيح. لماذا؟ من أعطاهم الحق فقط ليعملوا حتى أن يكتبوني في الجنسية مسلم؟ أحيانا أنا لا أرغب بهذا الدين. كل إنسان حر، حر بفكرة، حر بمعتقد، حر بأفكاره. نعم. طيب في اظن الاخ، بس دقيقه واحده، عم جاينا واحد اسمه نوف نازل مسبه، يعني شو يعني نبيك الشتام اللعان، ما يعني مثل ما بقولوا ما غلط بالتربيه لما رباك هالتربيه هي بهالتربيه. على كل حال انا بصراحه انا لا اسب الاشخاص، وما راح اسبك لانك انا لا اسب الاشخاص، ولكن اسب نبيك. نبيك هو العرصة الكبير، العرصة اللي علمك هالتعاليم هي. انا احب اسب نبيك، استمتع في سب نبيك، يعني نبيك العرصة ما غلط، يعني جهوده ما راحت على الفاضي لما طالع هيك بلاوي وأثر فيكم وجعلكم أمة شتامة ولعانة وما بتعرفوا شيء غير الشتائم واللعن، وما بطلع بإيدكم أصلاً تسوي شيء غير الشتم واللعن. هذا دليل، هذا دليل على عدم وجود الله، عدم وجود. يا ريت بس الصوت كمان، لأن الصوت راح على أخير. هذا دليل على أن إسلامهم قد انفضح، دينهم دين باطل، دين زائف، عقيدة فاسدة، دين فاشل. كيف من الممكن أن يعني هم برأيهم مقدس؟ أي إنسان يولد يظن أن معتقده الذي تربى عليه من أهله أو بيئته يظن أنه هو دينه فقط هو صحيح وجميع الأديان خاطئة. أي إنسان، المسيحي هكذا يقول، اليهودي يقول هكذا أن الدين هو دين الحق، والمسيح يقول أنا الطريق، وغيره، والمسلم كذلك يقول أن جميع الأديان، مبالغة من المسلم طبعا، يقول عندما يقول أن جميع الأديان ترجع إلى الإسلام. كيف يعني؟ كيف هذه يعني ضحوكة؟ يعني هم ضحوكة بصراحة، يعني كل واحد يتمسك بالغيبيات صار ضحوكة في العصر. يعني هل من المعقول لحد اليوم الناس في، يعني نحن صرنا في عصر النجوم يا جماعة، في عصر النجوم، في عصر اللحمة صار يصنعوها تصنيع، ولسه في ناس تشرب شخاخ الجمل. وليش والله في واحد دجال حرامي قطاع طرق اسمه محمد،
أما قال لهم والله الشخاخ فيه منفعة وفيه شفاء لكل داء، يعني ما تروحوا تحطوا صيدلياتكم تعبوا قارورات شخاخ وتشربوها، بتنشفوا من كل الأدوية، ما لكم بحاجة للمستشفيات يعني. جاي طيب في غير الشتائم شيء آخر، يعني أنا بتمنى من هالمسلمين اللي جايين عم بيشتموا وما بيعرفوا غير الشتائم، وهن عم بيعبروا عن نفسهم عن دينهم عن نبيهم الشتام القذر هذا، يعني بتمنى بس منكم على هو تحكوا بمنطق شوي، تحكوا بمنطق يعني قولوا لنا إنه الأخلاق، إذا كنت رجل قل لي والله الأخلاق إنه الرجل عمره بالخمسينات يغتصب طفلة عمرها 9 سنين أو يفاخر طفلة عمرها 6 سنين، إذا هذا كان أخلاقكم فنعمل أخلاق يعني، وهذا هي أخلاق نبيكم محمد، يعني هو اللي فاخر طفلة عمرها 6 سنين ودخل فيها عمرها 9 سنين يعني، وكان هو رجل خمسيني. أخي جان، ما تتوقع من أمه تتبع رجل نكح طفلة عمرها 9 سنوات، ماذا تتوقع أخلاق هذه الأمة أو ماذا تتوقع صفاتهم؟ يعني يجب، يعني جميعا هم من يتكلمون هكذا أو نتيجة يعني عودا لأنه مقدس لديهم، لا يوجد شيء مقدس أصلا، إذا كان لديك شيء مقدس فهو الإنسانية تقديس، يجب أن تقدسها. في بعض الأحيان عندما يسأل رأسا يقول ما هو دينك؟ يعني أي شخص يستني أقول لإنساني لا ديني، إنسان أنا إنسان، يقول لا دينك كيف يعني. وهنالك بعض الكلام يعني أعتبره سخرية، هو يعني يقول أنت الذي لا تؤمن بالدين كأنه ليس لديك أي مكان. طيب أنا الآن أين أعيش؟ هل أعيش تحت البحر؟ هل أعيش في الفضاء الخارجي مثلا؟ أنا بشر، أنا إنسان مثلك مثل أي بشر. لماذا أنت تقول أن الذي ليس له دين ليس له مكان؟ هذا هو للأسف. طيب الأخ إبران عم بيقول تدعو التهذيب وتلومنا على سبكم. أولا أن تنعتني بالتخلف ونعت عقليتي بالتخلف، هذه ليست المشكلة، المشكلة التي تواجهني هو إيجاد الطريقة المناسبة لكم كي أستطيع إفهامكم أنكم عبارة عن متخلفين أغبياء مريضين نفسيا ومأجورين ماديا، سوف تبقون على اليوتيوب خائفين من دولة أجنبية تحميكم وتطبطب على غبائكم ولعبائكم يعني. تفضل إذا عندك الرد الشافي علي، تفضل. أنا لست في دولة أجنبية، أنا في بلدي وساكن، ولن أخاف منكم، ولن أخاف من دينكم، ولن أخاف حتى من أنا، عندي استعداد. وفي بعض المرات ناقشت بعض الأناس وبعض المتخلفين وجها لوجه. أنت هل تستطيع أن تواجهني وجه لوجه؟ أدعوك أن تواجهني وجه لوجه ولست خائفا منك، ما رأيك؟ هم لا يعرفون غير الغدر أخي أزاد، يعني بصراحة هم غدارين، هم مستحيل يواجهوك وجها لوجه إلا يجوا عليك مثل الأرانب، يكونوا 10 مقابل واحد حتى يقدروا للشخص يعني. طيب أين مبادئ الرجولة التي يدعي بهم، أو مبادئ والسمات أو صفات الرجل الذي يدعي فيها نبيهم، أينهم؟ أين هي؟ ماذا يقولون هؤلاء؟ هؤلاء مجرد ضحوكة، بالأول يضحكون على أنفسهم وبعدها يضحكون على البشر، وخصوصا رجال الدين المؤثرين على هكذا عقليات، للأسف عقليات بدائية ليست متحضرة، عقليات متصاحرة. بالضبط، يعني عم تقول تدعونا للتهذيب وتلوموا على سبكم، ما بعرف شو المشكلة انه تواجهني في ايجاد الطريقة المناسبة لكي استطيع افهمكم انكم عبارة عن متخلفين اغبياء مريضين نفسيا، يعني نحن اللي رفضنا فكرة انه الجحش بيطير
صرنا مريضين نفسيا، وانت اللي بتؤمن جحشك بيطير، والبغله البغله ركب عليها نبيك طار فيها للسماء السابعه، ممكن تدعي انت يعني نفسيتك في صحه كامله. يعني شو هالغباء هذا؟ يعني شو هالغباء؟ هذا عن الرجل المختل عقليا الذي ينكح طفلة عمرها 9 سنين، أو ماذا عن الرجل الذي يتكلم يخبر قومه عن أن هنالك أشياء أخرى أو حياة ما بعد الموت؟ الذي يموت هكذا يعني خلاص انتهى. الموت هو عبارة عن حالة من العدم، لا يوجد فيها أي شيء، ولا يوجد هنالك جنة أو نار. هؤلاء مجرد متوهمين. أنا يعني أتمنى الإنسان المسلم الذي قضى حياته في عبادة وهمية لإله وهمي، أتمنى أن يرى بنفسه عندما يموت. أتمنى أن مين يرى. يرى نفسه؟ يعني نتمنى يشوف نفسه لكن لن يشوف. المشكلة وين أخي يا زاد؟ المشكلة إنه هالإنسان هذا يعني كل هالحقائق قدامه ما عم بقدر يستوعبها. يعني وحتى إذا كان في داخله أي شكوك يحاول يبرر. يعني هالشخص هذا إبرام، يعني روح قل له مثلا انت بترضى تعطي مثلا اختك اللي عمرها 9 سنين لرجل مثل القرضاوي مثلا لانه مقدس وكبير، ولا مثل الشيخ يعقوب ولا حسان؟ انت بترضى تعطي بنت جارك مثلا لك اي انسان غريب؟ يعني ما شرط تكون من عائلتك، يعني ترضى انت تتجوز هيك شخص؟ على فكرة هكذا شيء يوجد عند الشيعة، وهو يعطي أخته أو أمه إلى سيد كي ينكحها نكاحا، في سبب يقولون أن هنالك نكاح للسيد مباركة. هذا الذي هدول العرصات، هدول الديوس هدول ديوسين. يعني الديوس هيك بساوي معك، ما عنده غيرة على طفلة. يعني فاللي برضى انه الرجل بال50 ينكح مثلا، وخلينا نقولها يعني انا بصراحة ما بدي اقولها الكلمات الزفرة هاي، بس يصل لهالمرحلة هاي انه ينط على طفلة؟ لك انا بيكون ده نط على مرت ابنه. يعني شو بتتوقع؟ وكيف انتوا بتقدسوا هيك شيء؟ يعني انا اللي ضايقني انه يعني كيف انت بتقبل انه رجل ينط على مرت ابنه، يشتهي مرت ابنه؟ يعني اين عقولكم؟ اين الغيره فيكم اصلا؟ يعني صحيح. وتدعون العفه والبطيخ المبسمر والكذب هذا الماله غير شايفينه التحرشات، وعندكم الشغله يعني المنتشره هي زنا المحارم، مثل ما بسموها زنا المحارم بالسعوديه 40%. هذا نتيجة الكبوت النفسي والكبوت الداخلي الذي، ومن أبرز سؤال يسأله المسلم الملحد: لماذا لا تنكح أمك أو أختك؟ هل هذا هو المنطق؟ لماذا تنكح أمك أو أختك؟ أين الرحمة؟ أين الإنسانية؟ أقول له: الإنسانية علمتني أن لا أنكح أمي أو أختي، أمي هي ولدتني، وكيف أن أنكحها؟ كيف؟ إذا وبعض يعني أنا أستغرب، يعني كانت هنالك يعني نساء خصوصا المسلمات يسألنا هذا السؤال، يقول إلى أي يعني لماذا لا تنكح أمك أو أختك؟ أقول لها: هنالك مبادئ وقيم إنسانية وحضارية لا تجعلني أن أقوم بهذا الفعل. طيب، وأنا سألتها بال يعني فيس تو فيس، هي مباشرة بعد ما كملت انتهت هذا السؤال وأجبت عليها، أنا سألتها، قلت إليها: لماذا أنت لا تشتهين مثلا والدك، أو لماذا لا تنامين مع أبيك؟ لماذا؟ هل الدين يمنعك؟ على سبيل المثال، هل بينك وبين والدك دين يمنعك؟ على سبيل المثال. فأنت أو أنت أيها المسلم عندما تسأل هذا السؤال، السؤال هو الناتج من خيالاتكم، الناتج من فكركم المتسخ الذي يحتاج إلى تنظيف، وهو
أن هنالك مبادئ وقيم حضارية وإنسانية تمنع هذا الشيء، تمنع هذا الشيء، تمنع أن يقوم الإنسان من نكح أمه أو أخته. هذا لديكم أنتم، أنتم لديكم هكذا. بالضبط يا اخي. يعني هلا خلينا نقلب السؤال، يعني اذا انت ما عندك دين بتنكح امك؟ يعني هلا نعتبر انه ما في اسلام تنكح امك؟ يعني بتنط على امك وبتنط على اختك؟ يعني اصلا لو فيكم ذره نخوه ما بتطرحوا هيك سؤال، هيك اسئله. يعني الانسان الطبيعي، يعني لولا الاسلام كان العالم ناجح، اما ما اغلب البشريه ما مسلمين. يعني عم نشوفهم عم ينكحوا امهاتهم واخواتهم. بقى انتم هالفكر هذا موجود عندكم، نبيكم هو اللي نط على مرت ابنه، يعني نط على مرت ابنه، هو اول من شرع زنا المحارم. نبيكم هو اول من شرع زنا المحارم. نعم. في الاخت ديانا عم بتقول صدقني جان، سبب استمرار هذه الخرافات مع الأسف هم المثقفين المستفيدين من هذا الدين، وخاصة المثقفين أمثال شحرور وعدنان إبراهيم الذين يرفعون الدين بكل قوة، يعني بكل ما أوتوا من قوة. طبعا أختي ديانا، أنا بصراحة هدول، يعني أنا أنت تجاوزا أنت سميتيهم مثقفين، أنا ما بعتبرهم مثقفين، هدول دجالين، هدول أندال، هدول يعني اللي يسترزقون ويتعيشون على دماء الناس. هؤلاء مجرد يعني. وجواب آخر سؤال الأخت ديانا أو لكلام الأخت ديانا، أنه هؤلاء مجرد يحاولون تجميل القبيح، الدين كما هو قبيح يحاولون أن يظهروه إلى البشرية بأنه دين جميل أو ما شابه ذلك، أو أنه دين جميل وهو بالأصل يعني دين قبيح. هؤلاء مجرد يضعون المكياج على هذا الدين فقط. هم يعني يسترزقون، يعني هم هدول السبوبة تبعتهم، هم عايشين على دماء الناس، هم عايشين على تخلف الناس، على غباء الناس. هذا عدنان إبراهيم بيجي بيحكي لك بالعقل، أصلاً لو عنده عقل، أي عقل عم تحكي عليه يا عدنان إبراهيم يا دجال؟ عدنان إبراهيم مجرد إنسان يعاني من عقدة نفسية، وهو على الأغلب لديه انفصام بالشخصية. لا هو ملحد، لا هو مسلم، لا هو مسيحي، لا هو علماني، لا هو يعني ما تعرف شنو الكلام الذي يقوله أو الذي يقف على يعني، ويرتدي السترة ويكشخ أحلى كشف، ويقف على منبر الصلاة كم يعني، ويبرز نفسه. لا هو شيخ، ولا هو ملحد، ولا هو مفكر، ولا هو عالم فيزياء. لا، ما هو يعني، ما هو اختصاصه، تخصصه شو تخصصه؟ هذا المفصل. تخصص الضحك على الناس، ويعني الاستفادة من تخلف الناس، استفادة من الحروب هاي اللي عم بتصير، هذا تخصصه مص دماء الناس للأسف الشديد. طيب، في خلينا ناخذ نشوف شيء تعليق جديد. يوسف عم بقول شتائمهم دليل نجاح البرنامج، واكبر دليل على ضعفهم خوفهم من هذا البرنامج، ودليل ان قاموس اخلاق لا تحترم الا على الشتائم. بالضبط اخي يوسف، بالضبط، يعني هاي هي الحقيقه المره للاسف الشديد. الاخ نوار شكرا، عم بيقول شكرا لكم على قراءه اسئلتي. فقط اخر سؤال، كيف عرفت ان الله لا وجود له؟ اريد اجابه علميه. تفضل. نعم. اخي بده اجابه علميه، كيف عرفت ان الله لا وجود له؟ من بالواقع انه هنالك صنوف وحياه اخرى وحياه قبل هذه الحياه، وكون وسماء قبل هذه السماوات. يعني كيف انه للبشر ان يمكن ان يصدق ان هنالك رب يعني ماسك هذه الارض؟ كيف يعني من هنالك؟ وبعد التحقق
الزائد حققت كثيرا وكثيرا، ووجدت جميع الملحدين يتكلمون هكذا، وأنا بصراحة يعني بالواقع كنت أنوي أن أكون ربوبي. ربوبي في البداية يعني أن أصدق أن هنالك وجود لرب، رب معين يقوم بإدارة هذا الكون أو ما شابه ذلك. لكن أنا كناحية اجتماعية سأعطيك يعني أعطيك مثال بسيط. مريض مثلا على سبيل المثال في المستشفى على فراش الموت يموت، وجميع الناس يقولون الله يشفيه الله يشفيه، الله يعطيه الصحة والعافية الله يعطيه الصحة والعافية، وبعدما يموت يقولون الله يرحمه. طيب إذا هو على فراش الموت لا أعطاه الصحة والعافية ولا أعطاه القوة من جديد، طيب عندما يموت كيف سيرحمه إذا لم، وأنتم تدعوه وأنتم شيوخ وجميع المراجع الدينية ويتفقون أنه هنالك شيء ويوجد، لا يوجد هكذا، لا يوجد رب. بصراحة زاد، هو طرح السؤال أصلا مغلوط، يعني طرح السؤال نفسه زاد مغلوط، يعني بده إجابة علمية على عدم وجود الله، يعني إجابة علمية على عدم وجود شيء مو موجود أصلا. يعني خلينا نتصور، خليني أقول لك شغلة، أعطيني إجابة علمية إنه في إبريق شايع مثل ما قال داكوينز، إبريق شايع عم بيدور حول المريخ. انا اقول لك في ابريق شاي عم بيدور حول، ابريق شاي صيني كمان بالضبط، علامه صينيه عم بيدور حول المريخ. اعطيني انت، اعطيني اجابه علميه انه ما في ابريق شاي صيني عم بيدور حول المريخ. يعني الشيء غير موجود، كيف بدك تجيب له دليل علمي؟ يعني شيء ما هو موجود اصلا، يعني كيف ممكن يعني نفكر بهالطريقه هي؟ اصلا طريقه طرح السؤال والفكره هذا غلط. يعني ما في شيء، ما بتقدر تقول إجابة علمية على عدم وجود شيء أصلاً ما موجود. يعني لو كان وجد في مرحلة معينة ممكن نجيب له مثلاً دلائل، وجد في مرحلة معينة ولكن لم يجد هذا الشيء، يعني كيف بدك تجيب له دليل علمي؟ نعم، لو كان يعني على سبيل المثال هل هو مثلا، أنت تقول يا حضرة ما بعرف شو اسمك نسيت، لكن أنت تقول أثبت وجود الله حسب الدلائل العلمية، هل هو فيزياء؟ هل هو فيزياء؟ هل هو ماذا هو؟ هذا لا شيء، لا شيء. يعني مع احترامي وأعتذر عن هذا اللفظ، هو ضرطة ما يسوى، ضرطة، هاي الضرطة ما تطلع، ما يسوى. انت شو قاعد تقول اثبت وجوده؟ يعني كيف؟ هل هو اكسجين؟ حتى الاكسجين له وجود، ويوجد ايضا اكسجين سائل. الذين يقولون ان الله مثل الاكسجين لا وجود له، يوجد وهو موجود في الطبيعة. الاكسجين يوجد وايضا سائل. هذا الله، هل لديك الله سائل؟ لا يوجد. طيب، في سؤال من الاخ دراجون عم بيقول عندي سؤال اخ جانو او اخ ازاد للمسلمين، اسرائيل كسرت راس الاسلام او الصين او اوروبا اقوى من الاسلام بمليون مره، يعني هل يحق لهم ان يحتلوا الدول الاسلاميه ويسبون نسائهم واطفالهم واموالهم فقط لانهم اقوى؟ هل يحق للمسلمين هذا ولا يحق للاخرين؟ وشكرا. بالضبط، يعني انا بشكرك اخ دراكن على طرح السؤال هذا، يعني بصراحه في موقعه، يعني الله اللي بيقول لك الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، وانا بقول له طز فيكم في الاسلام، ولكن يعني انتم لما تكونوا اقوياء تسبون نساء العالم وتغتنموا اراضيهم واموالهم طيب هل الا يحق لغيركم، يعني هل يحق مثلا للصين تجي تحتل مثلا السعوديه وتسبي نساء السعودية ونحن ضد هالشيء هذا؟ يعني هل يحق لأنها الأقوى؟ يعني هذا منطق الغابة، يعني أنتم تعيشون في منطق الغابة. الإسلام هو من القرون الوسطى لما كان قانون الغاب هو السائد بين البشر. فأنا بتشكر على الطرح هذا أخي دراجون. على كل حال خلينا نرجع
مسألة الجهر برأيك شو أهمية الجهر بالنسبة لك أخي أزاد؟ تفضل. أنا بالنسبة إلي خصوصا في الجهر، وخصوصا أنا أرى هذا الجهر هو اتضاح وعدم الخوف، أرى مجرد كشف للحقيقة، أرى مجرد كبرنامجك الرائع، وأحييك على هذا البرنامج الرائع أخي جان، للاستفادة، استفادة الذين كانوا يؤمنون بنفس الإله الذين كانوا أنتم تؤمنون به أيها المسلمون أو أيها المسيحي أو أي دين كنت. عندما ترى تجربة من غيرك وهكذا أصبح، تذكر كلامي أو تذكر كلام الأخوة الذين ظهروا في هذا البرنامج. هذه تجارب شخصية عشناها ورأيناها، لم نصورها لكن جربناها شخصيا. فأنت أيها المسلم أو أنت أيها لا تحارب، أنت أيها المسلم تقول وتحارب وتدافع من أجل لا شيء. أنا مررت في هذه التجربة وكنت مثلك، وكنت أدافع وكنت متعصبا للدين، ووصلت بي إلى مرحلة الاستدعاش، أصبح داعشي. يعني أنت يا مسلم أو أنت يا مسيحي، نحن مجرد أشخاص مررنا بهذه الظروف والأزمنة وجربناها وعشنا التجربة، ونحن نتكلم معك ونحن نراك وتراني وجها لوجه، ليس كإلهك الذي يعني كلام مجرد، ما يعني كلام وهمي أو من المحتمل أن يكون كلام بشري، هو كلام بشري 100%، كلام قرآنك أو كلام ديانتك. أنا أتكلم معك، ونصيحتي إلى جميع الملحدين أن لا يخافوا مهما كان مدنهم أو مهما كانوا ساكنين، لا تخافوا، اجهروا 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 بهذه الحقائق، اجهروا بإلحادكم، اجهروا بإنسانيتكم على الأقل، جاهروا، لا تخافوا، لا يوجد شيء يدعو للخوف، لا يوجد شيء، بالعكس هو استفادة إلى بعض الذين يعتقدون أن هذا الدين هو صحيح، أو إلى من يعتقدون أن كلام هذا الإله هو كلام صحيح وحقيقي. لا، هذا كلام، أنا أتكلم معك هو كلام مجرد مررت به من أجل تجربة شخصية، من خلال تجربة شخصية عفوا، وهذا هو ما قلته به. نعم أخي جان، تفضل. أنا بتشكرك أخي أزاد، وأظن وصلنا لنهاية الحلقة، يعني ما بدنا نطول على أصدقائنا. طبعا أنا بشكر كل الأصدقاء اللي شاركوا معنا وكتبوا تعليقاتهم، وبتشكرك لك أخي أزاد. بدي عندي سؤال واحد ونختم الحلقة. كيف بتشوف مستقبل الملحدين؟ كيف شايفهم الإلحاد عموما؟ لوين رايح؟ الإلحاد يتقدم نحو شيء فشيء. الإلحاد يجمع بين البشر ولا يفرقهم، يعني خصوصا كمجتمع بين ملحد وآخر، كما أنت أراك يا جون، وأحبك وأحترمك، وغيرنا من الملحدين. أيجب يعني قبل أن نلفظ على أنفسنا تسمية ملحد، يجب أن نكون إنسانيين بالمرتبة الأولى، يجب إنسانيتنا والتحقيق الإنساني هو غايتنا وهدفنا، هو من أجل نحن ننقذ البشرية، نحن ننقذ الجميع صنوف البشرية من هذه الأوهام، من هذه الأمور الزائفة. نحن يعني إلى حد الآن لا هنالك في بعض الأناس، يعني خصوصا من المذهب التصوف أو التزهد، هل تعلم يا أخي جان أنهم لا يرون الناس أو لا يلتقون بالناس نهائيا، فقط منعزلين انعزالا تام، و
ويريدون فقط الآخرة. طيب أين الآخرة في هذه الشيء؟ يعني أنت تجلس وتصلي سنوات عديدة فقط حركات، تعمل هذه الحركات، حتى الروبوت الآلي مثل الصلاة، حتى الروبوت الآلي يعملها، الروبوت الآلي الذي هو من صنع الملحدين وليس من صنع الإسلام. يا بشر، أنا أرى جميع بشر من صنع أبحاث أبو حريرة يعني، أو من صنع أبحاث عمر الخازوق. نعم، هذه ليس من أصنعهم، هؤلاء المسلمين يعني خصوصا القادة الكبار بالإسلام، هؤلاء نعتبرهم يعتبروهم كبار، ولكن لو أتيت وقارنتهم في وقتهم وفي هذا وقتنا ونحن في القرن 21، نرى التقدم وترى الازدهار خصوصا في الدول التي يعني أغلبيتها يكون دائما من الملحدين. هؤلاء الملحدين نحن أتمنى، وأنا بالذات أتمنى لجميع البلدان أن يتخلصوا من هذا الفكر المظلم ومن هذا التقديس الذي ليس له نهاية، تقديس ليس له نهاية. وحتى كان هنالك بعض الكبار يقولون لي سواء كفرت أو آمنت فالله لن يستفيد منك، وهذه استمرت معي إلى هذه اللحظة. فأنتم يا أيها البشر، إذا كنت تصلي أو تعبد فلن الله لن يعتازك أو لن يعوز عليك أو لا يريدك أصلا يعني بالضبط. هو ليش معذب حاله أصلا يعني، إذا ما هو بيعاز عبادة البشر يعني ليش معذب حاله يعني معذب حاله بهالبشر هدول يعني، لو لم يكن بشر شو كان شغلته يعني؟ نعم، لو كان غير مسلم كذلك أيضا نفس الوهم وكذلك نفس الكلام ونفس الخزعبلات، لا يتجهون نحو الحياة، تجه نحو الواقع، تجه نحو الحقيقة كما أنا أراك الآن وكما أنت تراني الآن، هذه هي الحياة. أين الله في هذه الحالة؟ لا وجود له. وهذه وأحيانا يقولون أن الزلازل والفيضانات وتعاقب فصول السنة وكذلك هي من صنع الله، وكذلك سقوطها وهطول الأمطار والثلوج هي من صنع الله. أين هذه؟ مجرد تغيرات جيولوجية وفيزيائية في الجو والطقس. أنت كرجل عقلاني يجب أن تفكر هكذا، لا تنظر إلى الخلف، انظر إلى الأمام، سير نحو الأمام. هذه نصيحتي إلى جميع البشر، سير نحو الأمام. طيب شكرا كثير لك أخي عزاد، شكرك كثير. وأنا كنت يعني كنت أسألك كلمة أخيرة، ما بعرف إذا بدك عندك كلمة أخيرة تقولها تفضل. نعم، آخر كلامي هو أنه تحياتي إلى جميع الملحدين، وتحياتي إليك بالأخص أخي جان، وتحياتي إلى إسلام كونوا بآرائهم. وآخر كلامي أقول إليهم أن الاستفادة من البرنامج هو مجرد أنه كشف عن أي إنسان مر بهذه التجربة. وأنا أعتقد أنه تكلمت في هذه الأمور لكن لا أطيل عليكم. أنا سعيد جدا وسعيد باستضافتي في هذا البرنامج، وسعيد أيضا بكلامي معك أخي جان، وسررت اليوم، وتحياتي إليك وتحياتي للجميع، تحياتي. شكرا، شكرا كثير أزاد، شكرا كثير. أنا بشكركم أصدقائي على المتابعة، وطبعا بكرة في عنا حلقة بنفس التوقيت، ردود على تعليقات المسلمين راح تكون على الهواء مباشرة. بتمنى يكون معنا الأخ جورج رسول رب جلدة الحنفية، أنا يعني بتمنى يكون معنا. وطبعا بعد بكرة راح يكون معنا الكافر مغربي كمان على الهواء مباشرة بحدود الساعة 5 عصرا بتوقيت لندن. إلى اللقاء في حلقة قادمة، أشوفكم بغدا.
بنفس التوقيت. شكرا لكم أصدقائي، شكرا، شكرا لك أزاد، شكرا لك أخي جان، مع السلامة. مع السلامة، مع السلامة، شكرا لكم أصدقائي.